من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، احتفلت البعثة الإماراتية ممثلة بعملية الفارس الشهم 3 الذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم الإماراتي الذي يأتي في 3 نوفمبر من كل عام. تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة كل سنة في شهر نوفمبر بيوم العلم، وتحتفل جميع المؤسسات والوزارات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات بهذه المناسبة. يسرنا اليوم أن نحتفل مع أخواننا في فلسطين والذين أصروا بالاحتفال معنا بهذه المناسبة. وشارك الطاقم الفلسطيني المتواجد داخل المستشفى الميداني الإماراتي أشقاؤه الإماراتيين في مناسبتهم، معبرين عن سعادتهم بيوم العلم الإماراتي. باسم شعبنا الفلسطيني وباسم الفريق الفلسطيني المتواجد في المستشفى الميداني الإماراتي، اليوم نحتفل سويا مع أشقائنا، إخواننا، أحبتنا من دولة الإمارات العربية الشقيقة الحبيبة بأحد المناسبات الوطنية، وهو يوم العلم الإماراتي. هذا اليوم الذي جسد الوحدة بين الإمارات السبع، وهو يوم تاريخي وعظيم. نقول شكرا لإمارات الخير، شكرا لقيادة الإمارات، ونخص بالذكر رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد. عاشت الإمارات، عاشت الإمارات متحدة دوما عظيما. ويحتفل الإماراتيين في هذه المناسبة كل عام تجسيدا لمشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الدولة، وتعزيزا بالشعور بالانتماء للوطن بتقديم نموذج مظاهر التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن. على أبو محسن الغد من داخل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح جنوب القطاع.